وجاي منين يا وابور؟ قولي يا وابور، قولي رايح على فين يا وابور؟ قولي ومسافر فين؟ الحقوني الحقوني، العيني منك لله. هو انت مين؟ اختص مرة عليا نوسي. ايوه وحشتيني يا بيت. وانت ما وحشتنيش يا اخوي. ما هو ده اللي معذبني. كنت فين يا نوسي؟ كنت في الكوافير. كنت فين يا اخويا؟ كنت في سوق الخضار. انا بقى كنت في البنك. ده صحيح. وريني يا ولد. رزم يا بيت. ايه رزم بقاستك البنك 200 الف جنيه. اشوف اشوف يا لهوي. ايه ده؟ عازمين حد؟ عازمين ايه يا بيت؟ البيه بتاعنا قال لي روحي عطوة البنك. ما تجيبيش ست البنك، هات الفلوس علشان املي عيني منهم. عشان يحطوهم قدامه ويتفرج عليه. لا يتفرج ايه يا بيت؟ اصل البيه بتاعنا. يا اخويا البيه بتاعك انت. البيه بتاعنا كلني فوق اهي. قال لي يا عطوة هات الفلوس علشان تبصي لهم. الله. وملس عليهم. الله عطعط. الله يا اختي. واحضنهم. الله. بتشاب وببوسهم. بس يا ولد بدر. ايه نوسي. نوسي مش هتتجوزيني يا بيت؟ اتجوزيني. بقينا قصه في كل فم. بقينا عاملين زي ياسين وعلي. وبهيه يا جاهل يا امي. شوف انا بقى معايا تانية ابتدائي ومنظر انت ولا حاجه. بص عليك يا نوسي بتعيريني منك كملت دراستك وانا لا. بس معلش لما نتجوز يا نوسي بيذاكري لي من منازله. لما تكون نفسك يا حبيبي بقى وبتعالى قابلني. اكون نفسي ايه يا بيت؟ اكون نفسي والفلوس دي معايا. انت حيلا حته شيال حامل الحقيبه. لما تبقى بتاعتك وبتعالى قابلني. قصدي اتجوزني. جاب لي جلابيه حمرا وكمان جلابيه حمرا. بس تعالى قابلني. حاضر يا نوسي هقابلك وهتجوزك. Thank you.
السلام عليكم يا اسف. ابو سلام ورحمه الله وبركاته. انا خلصت البدله؟ لا لسه. لسه ايه ما تخلصني بقى؟ ويا ابني وانت على ذمتي علشان اخلصك؟ الباشا بتاعنا عايز بدلته. يا ابني قول له يحل عن كيسه، الفلوس اللي عنده زمانها كانتها العته زي ما كانت البدله، ويا خوف اللي على العته تاكله هو كمان. تاكله هو كمان ويشتري بدله جديده ليه يا اخويا ما دام رفيناها. يا ابني ده المفروض يمتع نفسه، ده راجل عدى ال70 والموت بيغازله. شرفت يا اخويا اني مش بمتع نفسي. عايش في قصر طويل عريض لوحده. وبعدين عنده عربية موديل 20، أي نعم من غير سواق ومركونة، لكن مسيره يجيب السواق، وبعدين عنده مطبخ، أي نعم من غير طبيخ، لكن مسيره يجيب الطباخ. أحمد الليسي هيجيب طباخ؟ أيوه. يعني هياكل، أحمد الليسي هياكل يا ناس. خلاص يا فضحي، خلاص يا فضحي يا ابن الفضحي. حدوتي هتعملها لي حدوتة؟ أيوه هياكل يا أخويا، طب إيه رأيك بقى إنه مكلفني أشتري له لولات خياراية؟ إيه؟ خياراية. علشان يعمل صلاتي. الله الله الله، ده انت هتفتروا بقى. موسم بقى كل سنه وانت طيب. بس المفروض واحد زي ده يمتع نفسه يتجوز. شرفك انه مش متجوز. احمد الليث متجوز؟ ازاي؟ احمد الليث متجوز؟ احمد الليث متجوز انا؟ خلاص خلاص يا فضحي يا ابن الفضحي، انت وكاله امداد؟ ايوه متجوز. وبعدين شرفك انه متجوز، هو مفيش حاجه بتستخبى في البلد دي ولا ايه؟ ايوه متجوز. بس اسف، اوعى تجيب سيري احسن توصلني لسيري يرجعني الفلاحين فترة اخر الليل. يعني متجوز في السر من غير ابن اخوه ما يعرف؟ من غير ايها حد ما يعرف، اني بس ما اعرف، اصلي اني مقطف اسراره. قول لي يا عطف، متجوز مين؟ ثريا هانم. ثريا؟ ايه دي؟ شرفك ان اسمها ثريا. هو مفيش حاجه بتستخبى في البلد دي ولا ايه؟ انت قلت ان احمد باشا الليسي متجوز. احمد الليسي متجوز يا جدعان، احمد الليسي. انت هتفضحنا. لازم نعلن جوازنا وتيجي تقعدي هنا معايا. هترجع تقول الكلام ده تاني يا احمد؟ محتاجك يا ثريا بالليل خصوصا في الشتاء. الرب تعبني قوي، عطوة نومه تقيل، ببقى محتاج حد يناولني كوباية مية. وأقول لولادي إيه بس؟ 20 سنة يا ثريا وما قلتيش لولادك إنك اتجوزتي؟ 20 سنة؟ حط نفسك مطرحي وإنت تقدر ظروفي. قدرت ظروفك يا ستي لما اتجوزتي. أهلي غصبوا عليا وما كنتش أقدر أقول لهم إني بحبك يا حماد. وقدرت ظروفك لما جوزك مات. انت عايزني اطلع قليلة الاصل وادفن الراجل من هنا واتجوز من هنا؟ لازم استنى شوية ولو مدة العدة حتى. وقدرت ظروفك لما اتجوزنا في السر؟ مش معقول كده يا ثريا، 3 4 ساعات كل اسبوع. امتى يبقى جوازنا النظام اليوم الكامل؟ كفاية ان احنا بنشوف بعض يا عبد. كأننا مش متجوزين، كأنك ما انتش ملكي لسه. انا نفسي اقعد معاك على طول. منايا بس اقول ايه لولادي؟ اتجوزت. تقول اتجوزت كده اهو. هو ده حرام اللي بنعمله يا صرصر؟ لا بس هنكسف. حاضر يا اخويا، بتعلمنا على ايه؟ واقف في السوق. واقف في السوق ايه؟ جاي يا معلم، هو اني خيال مقاسه قدامك ولا ايه؟ انا جاي اول واحد تمشيني اخر واحد. ايه يا ولد؟ ايه يا ولد؟ عطوه يا ولد، مش في ناس اكابر واقفه قبل منك اهي؟ اكابر؟ ايوه اكابر. اكابر مين يا اخويا؟ اكابر مين؟ ده قال الدراع اليمين بتاع احمد باشا الليسي. اجل ايه؟ يا عبدو عايزه 5 مصاصات عشان دي قربت تخلص وهات الباقي. ازيك يا حلوة يا قمر يا عسل؟ مش انت انت حلو وعسل وقمر؟ ده انت تقطع الخميرة من البيت. ايه يا نوسي، مش هتهني عليا بقى يا بنت الجو؟ ما تلزمنيش يا عطلة، خلاص بحي يا حبيبي، انا قلت كل اللي عندي. ما تلزمكيش، ده ايه؟
يا بنت هنتجوز هعيشك في سرايك، الباشا ما بيخرجش من اوضته، يعني هنمرح فيها زي ما احنا عايزين. ولما الباشا يموت بتاعك هترمي انا وكم العيال في الشارع؟ ما ينفعش يا حبيبي. يا بنت يا بنت هنترمي ايه يا بنت؟ هنشوف اي باشا تاني نشتغل عنده، ده احنا وعد رايح شغالين، ده احنا عملات نادره. اني بقى اللي عمله نادره يا حبيبي؟ انا معايا تانية ابتدائي ومنظر وديكور. انت معاك ايه؟ وكمان باخد ايه؟ 100 جنيه في الشهر حته واحده ويوم ونص اجازه في الاسبوع. الباشا الجيل ده بتاعك ده بقى هيديهم لي؟ اديهم لي؟ ده لو قلنا له كده يجي له نقطه يطب في ساكت فيه. انت يا ولد بقول الباشا بتاعك دي الانجراره زادت عادل فلوس. وكمان بتشككوا بتاخدوا شكوك؟ ايه الباشا ما معهوش فلوس؟ انت مش لسه يا واد ساحب امبارح 200,000 جنيه من البنك؟ مش سلك البنك باشا سحبهم علشان يملي عيني منهم ويرجعهم تاني. اقعد انت بلع فيه. هات يا اخويا هات يا اخويا ايه وناويلك ايه؟ عطوه الله رايح فين ورايا؟ الله الله ما تعمليش سيره في وسط الناس كده وتخليني مضعف كل فم. يا بيت يا بنت نفضها بقى ونتجوز. نتجوز؟ لا تجيب لي شوكولاته لا بلاش يا ولد. هجيب لك شوكولاته ولا يا عطر؟ ايوه ايه ايه يا عطر؟ ايه يا عم السباعي مالك مالك مسروح كده ليه؟ قول للباشا بتاعك يجي يعمل بروفه لشاكيطه البيجامه ويجيب اللي عليه. اللي عليه؟ ما تقول روح انت السرايا يا اخوي. انا اروح لباشا زي بتاعك ده؟ انا مش فاضيله. مش فاضي؟ هي الدنيا جرى لها ايه؟ بس يا اخويا ما تتكش قوي كده، لا يطق لك عرق ولا تجي لك نقطه. تجي لي نقطه؟ ليه؟ هو اني رقاصه؟ رقاصه؟ ادي اللي خدناه من الاذاعه. مشيني يا عم عبدو. ماشي عم عبدو عم عبدو ما جيتش؟ ايه؟ مش احمد الليثي اتجوز؟ احمد الليثي اتجوز؟ احمد الليثي يا اخي انت فضحي ليه؟ تصور تصور. اتصور يا نهار يا حويس، ده كان زماننا حسن حسن التحش ده كانت ناقص، ده عايش على امل ان يورث عمه. ايه اتجوز وفي السر؟ ده وايه اتجوز وفي السر؟ اتجوز في السر. ايه فضح ليه؟ قال قول لي هي جوازه السر دي تورث؟ جبت لك يا احمد بيه التموين كله، بس جبت بزياده، يعني جبت تموين سنتين الفول والعدس، وجبت لك الصابونه بتاعت كل سنه بس جبتها حجم كبير. ايوه عشان اخد بروتي. وايه تاني؟ ايوه وجبت لك الصابون بتاع الغسيل، وجبت ازازه شربات. ايوه عشان نحتفل بيكم. يا احمد بيه يا احمد بيه الظاهر مش ولا ايه؟ احمد بيه احمد بيه يعني جبت التموين كله بس ما دفعتش حاجه ما معيش. شوف بقى يعني هقول لك لحسن البقال مطلع عيني بيقول لي مش هشكك تاني. احمد بيه انت ليه؟ احمد بيه احمد بيه انت احمد بيه انا عطوي احمد بيه اتخرج.
وسبني سبني لوحدي. اتخرجت يا حبيبي يا شعبي يا ميت وصغير. اتخرج ده انت لسه شباب، ده انت لسه داخل دنيا. اتخرجت اعمل ايه؟ هتسيبني البيت، هتسيبني البيت ده اليتيم. ده انت امي وابوي، ده انت كل حاجه في حياتي، ده انت نصيبي وانت حبيبي وانت النور اللي عليا وقلبي. لما تتخرج اخواتي الحمد لله، الحمد لله اني جبت الشربات عشان اوزعه على روحه الحمد لله. طب والبقال؟ والبقال والترسي ايه؟ والدياله هقول لهم ايه؟ استنى عندك يا اخويا، استنى عندك هني. طبعا يا اخويا ما انت حقك وصلك، لكن انا مين اللي هديني حق الانجراره؟ ايه؟ مين اللي هديها لي؟ دي؟ وحد قال لك تشكك لمليونير ايه يا احمد الليثي؟ ايوه ايوه. والعمل؟ اديني بس لك. شيل وشك، ارش حلاوه قال يا اخويا. مفيش حل غير انك تطالب حسن بيه بالفلوس. حسن التحش. حسن الصايع اللي عايش عشان يورث هيدفع اللي خده عمه؟ إذا ما نفعش اشتكيه ويستشهد بعقله. بقول لك إيه؟ أنا حقي ما يزرعش، فاهمني؟ وأنا مالي؟ حقي ما يزرعش مني أبداً. اطمن. أنا ممكن أجيب عينك، أدور 10 جنيه وريال، 10 جنيه وريال يا عالم. ماني مالي أنا؟ ماني كمان ليا 7 جنيه و30 قرش. أيوه. وحليني بقى عقبال ما أجريده، وعقبال ما أعمله إعلام وراثي، ويعملوا مجلس حزبي. حسبي الله فيك يا احمد يا ليسي. ايوه ادي جزات اللي يشكك لبشوات بعد كده. غركه تكميله في ودنك. اتخطف كان لسه صغير يا عمي. لا يمكن لا يمكن تكون وفاه عمي دي طبيعيه. انا بصر الطبيب الشرعي. طب وعمك يتقفل ليه؟ عمي كان معاه هنا في الفيلا اكتر من مليون جنيه من الذهب القديم، راحت فين؟ يا سعادة البيت، ده جايب 200,000 جنيه حسات الخروزة الجديدة من البنك، قال اللي جايبه من البنك. راحت فين يا جمال؟ يعني في سرقة حصلت؟ طبعاً. بس واضح إن الوفاة طبيعية. طبعاً. وفلوس عمي، فلوس عمي راحت فين؟ خلاص، نفتش الفيلا تاني. فتشوا الفيلا تاني. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ بقى الواد عطوه هو اللي سرقهم؟ ايوه يا اخويا عطوه اللي سرقهم، مش هو اللي سحبهم انا؟ مش هو اللي سحبهم والبوليس دور ما لقاش حاجه؟ وانت شعرف؟ اني شفت الواد عطوه وهو بيكلم البنت انيسه. بقول لك ايه؟ انا لازم اخد حق من الواد عطوه ده. هو انا ليه كم؟ 10 جنيه و20 قرش. يا اخي ما تفهم بقى. ايه؟ انا ما تفهم بقى يا ولد. ما تفهم بقى، يعني اخد الحته دي واجري عليه؟ ليه؟ اخدها واجري؟ افهم بقى، خلي عندك مخ وفهم. انا ليا 10,000 جنيه وريال. لا حلو. 10,000 جنيه وريال. طب اني قلت لك ليا كام؟ انت؟ ايه؟ 7 جنيه. ايه؟ ايه 7 جنيه دي يا اخويا؟ قصدي 7,000 جنيه و30 قرش. ما تخليهم 8,000 جنيه، انت يعني بتقطع من لحمك. اخص عليك، اخص عليك راجل نجل، وتروح فين من ربنا؟ ايه؟ تروح فين من ربنا يا ولد؟ لا، بقول لك ايه؟ انا ممكن اعملهم لك بخت. طب هو حرامي وشيخ منصر، احنا كمان نطلع حراميه؟ اخلص قطع لسانك. ايوه قطع لسانك منك. لو 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 ايه عطوه يسرق؟ طب ازاي ازاي؟ ده عطوه اشرف من الشرف. بقول لك ايه؟ انت نفس ال 200,000 جنيه اللي سحبهم من البنك للباشي، احنا ناخد حقنا من الدكات يا اما ابلغ البوليس. ايوه انا لوحدي ليا 10,000 جنيه. بطل خد يا غالي، انت ليك 7 بس وانا ليا 10,000، يعني 17,000 جنيه. 17,000 جنيه من 200,000 يعني حاجه ببلاش كده. يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني عطوه حرامي؟ اخرس اخرس منك. لو 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 ايوه اخرسوا انتوا الاثنين. عطوه جوزي اشرف من الشرف. جوزك؟ عطوه جوزك؟
ايوه الافند بتاعي. تبقى القسمه بقت على اربعه. تعال يا اخويا، تعال تعال. الجندي قال اني هقفل يا سعاده البيت. وقت مين؟ احمد بيه الليسي. وقتله ليه؟ واسرق منه ايه؟ فلوسه. فلوسه؟ فلوسه يا بيه الله لا يسيئك. ده اهون عليه تخرب له عين ولا تاخدش منه قرش. عشان كده قتلته؟ لا ما قتلتوش. وقتله ليه؟ ليه كان بيحبني؟ ما كانش يقول لي الا تعالى يا وادي عطوه، روح يا وادي عطوه. هو اللي كان بيأمنني اني اروح اسحب له الفلوس من البنك. ما كانش بيأمن لحد غيري. او بقتله اسرقه. انا لو عايز اقتل كنت قتلت من زمان. وكنا شنعناك. لا وانا ايه اللي قعدني في حته حتشتت فيه؟ لا انا عايز المحامي بتاعه. طب بس خلاص. يا عطوه احنا عايزين نعرف احمد الليسي كان بيشيل فلوسه فين؟ دي بقى اللي معرفهاش. معرفهاش والله يا سعاده البيت. بقى ما تعرفهاش؟ ليه؟ هو مش كان بيجيب فلوس عشان تصرفه منها وانت لسه قايل اهو؟ ايه؟ وانا اللي سحبت له ال 200,000 جنيه وانا اللي اديتهم له علشان يبدس عليهم ويمتع عينه بيهم وبعدين يدهم لي ارجعهم البنك. ما ادهم ليش، ارجعهم من ايه؟ يا عطوه قول لنا كان بيديك فلوس ازاي عشان تصرفه منها؟ لا انا هقول الحقيقه. مش هقدر اكتم في قلبي اكتر من كده. ربنا يسامحني على السر ده. ما كنتش عايز اقول. كان بيستلف مني يا بيه. كان بيستلف مني 20 جنيه. يقبضني منهم 10 جنيه مهيتي وال 10 جنيه التانية يصرف مني. عم يستلف منك انت يا غربان؟ مش مصدقني؟ روح اسأله. كفاية بعد بقى يا سرية، وتعالي بقى نعيش مع بعض. عذبتك كتير يا احمد. انا موفر كل قرش، مأجل كل فرحة، مجهز كل حاجة لحد ما تيجي هنا ونعيش سوا بقى يا صرصر. اصبر شوية. اكتر من كده صبر. 50 سنة صبر. للصبر حدود. ما انا قلت لك من الاول اني هاجي على نفسي عشان ولادي. طيب وانا؟ انت نفسي يا احمد. وكل ما باجي عليك بتعب قوي وبتعذب. متجوز. عمك اتجوز وشبع جواز بس في السر. يعني ايه يا عطوه؟ كان جواز عرفي؟ لا يا سعد بيه، جواز رسمي على سنة الله ورسوله وعلى يد مأذون والواحدة هتورث. معقول؟ معقول عم يتجوز من ورايا؟ ده كل سره معايا يا حضرة الزهر. سره معاك؟ سلامتها محاسب. قول لي يا عطوه، الست اللي اتجوزها المرحوم أحمد الليسي اسمها إيه ومقيمة فين؟ لا يا سعادة بيه، أنا حالف يمين الله ما أقول السر دي لا لأهله ولا لأهله. ما احنا لازم نعرفها. مسيرها ترجع يا سعادة بيه علشان تاخد حقه من التركة. يعني إيه؟ مسافرة؟ والله يعني ما أعرفش. أنا سبتهم هما الاتنين مع بعض ورحت أقضي شوية طلبات، رجعت لقيتهم هما الاتنين مشوا. هي مشيت ومسيرها ترجع. وهو مشي ودي دقني إن رجع. على العموم التقرير الاولي بيقول ان الوفاه طبيعيه. وانا موافق. وانا مصر انها جنائيه والسبب واضح، اختفاء ثروته. خلاص هنتخذ الاجراءات القانونيه، اتفضل امضي على اقوالك. طيب بعد اذنك يا بيه انا طبعا مش همشي، هروح فين؟ انا اصل طول عمري وانا متربي في الفله. انا بقى هقعد هنا ومش ماشي. سامع يا حضره الضابط؟ عايز يستولى على الفيلا بحجه انها سكن خاص. يعني راح عمي وراح ثروته وراح ممتلكاته. يا بدر بدر يا عمي. ما تعليش حسك، عايز انام.
شيكاتهم ستين نيله، بيدوروا على ايه وبيفتشوا على ايه؟ هو الوضع عطوي اللي لطش كل حاجه، قاعد يفكر ويمخخ لغايه ما هوبا عملها. مليون جنيه دهب غير ال 200 الف اللي سحبهم عطوه؟ ايوه، حاجه تستاهل السرقه. مليون جنيه اتحرمت على صاحبهم، عاش جلده ومات جلده. انت عارف حتى وريثه الوحيد ما يستاهلش اي حاجه، ده ورث ابوه ضيعه في ست اشهر. انت عارف الشحط ده عايش على الورث حسن. اه يعني يالو احمد الليسي حوشها له. العواف يا سؤال. اهلا اهلا انيسه، ازيك؟ ان شاء الله تسلم من كل راضي. امير وابن حلال طول عمرك يا سؤال. الله يخليكي الله يخليكي. سؤال يعني انا رايده كده اسالك سؤالات. اسالي زي ما انت عايزه يا انيسه. تعيش يا اخويا، ده عيالك من قلب للنهار. بقول لك ايه يا سؤال؟ قول. هما يعني ناويين يعملوا ايه في عاطف؟ شوف يا انيسه، ان كان قتل حيش نقول يو جدك سطرنا نصيب عليك وعلى اللي جابوك بدري. لا لا إله تتشعتك يا بعيد. لا يا اخويا عطوه ما يقتلش. ايوه ما يقتلش، هو صحيح يعني اهوج وقرعان، انما عطوه ما يقتلش، ده قلبه زي اللبن الحليب يا اخوات. قال يقتلها قال يقتلها. ايه يا انيسه انت بتحبيه؟ حب ايه جدك سطرنا نصيب عليك وعلى اللي جابوك بدري؟ حب ايه؟ انا احب واد صايع ما عندوش سكن ولا مطرح. لا يا اخويا انا عارفه مستقبلي كويس. ايوه ده انا رايحه يخرب بيت ابوك. نزعتني ايه ده؟ يخرب عليك وعلى اللي جابوك. الله اشوفك مش عارف يا قاتل في الشارع ليل نهار وفاتح صدرك وبقيت تقول اف اف. شوف يا انيسه، هو دلوقتي متهم بحاجتين، السرقه والقتل، ومستقبله الرسمي ان شاء الله السجن. ان شاء الله توعيتك كلها يا بعيد. ده دم من بقك ما تقولش كده. ايوه ما تقولش كده، ده كبسه النصيب عليكم وعلى اللي جابوكوا. يا لهوي يا لهوي يا لهوي. عملتها بصحيح يا عطوه. خلاص شمعنا الفيلا، على الله بقى تبطلوا شكاوى للنائب العام. وانت يا عطوه، اي لعب في الشمع الاحمر ده هتخش السجن. ولما النيابه تتاكد ان انت اللي قتلت عمي هتخش السجن برضه. مبروك يا سي عطوه. ما تكونش ده انت اللي قتلته. ايوه بس انت اللي قتلته. ايوه يا سعد البيه، استنى لما شافك خرجت ورجع كتب انفاسه وقتله وسرق فلوسه. ايوه بس انا اللي ساكت. وساكت ليه يا سي عطوه؟ ما تتكلم. ايوه بس ساكت ليه يا عطوه؟ ما تتكلم. الله حليم ستار يا سعاده البيه، ما تنساش انه محسوب على اولاد الاكابر، وفضحت اولاد الاكابر بتبقى كبيره، بتخلي رقبتهم قد السمسمه، قصدي قد البطيخه، بتبقى حاجه تكسب. فضحت ايه يا عطوه؟ لو عندك حاجه قولها. ايوه هقول هقول هقول. يلا معايا على الاسم. الضابط سحب عطوه وحسن بيه على الاسم. مش قلت لك عطوه جاب رجل حسن؟ برابان برابان، دي كلام الواد عطوه ده يكلفت الكل. اتكلم يا عطوه اتكلم، قول كل اللي تعرفه، وافهم ان اخفاء المعلومات يعتبر جريمه. حسن بيه يا بيه، حسن بيه يا بيه كان ممنوع من دخول الفيلا. اديني قلت انا كان ممنوع ليه يا عطوه؟ لا 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 مؤاخذه، كانت ايديه طويله شويه، الظهر مرض يعني، كانت خفيفه خفيه انما تعجبك قوي. اخرس. وبعدين يا حسن ان ما سكتش هطلعك بره. سامع؟ لو ما سكتش هطلعك بره. ايوه يعني لازم اقول على كل حاجه. قال لي يا روح ما بعدك روح. انا تقول عليا حرام يا عطوه؟ ايوه حرام. ها فاكر يوم الخناقه اياها بينك وبين عمك؟ تعال يا معلم تعال. ايه اللي مش
محل بيوبك ده يا حسن؟ ها؟ لا لا مفيش، جيوب فاضية اهي. فاضية؟ وريني كده. بص وريني فاضية 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 وريني كده. ايه يا أمال إيه دول يا أبو علي؟ معرفش. وعاني. وعانها حظابط راح أحمد بها الله يرحمه شاكك أمر بعدم دخول الواد ده الفيلي. بقى حضرتك تصدق الكلام ده هوت على ابن أكابر زيي؟ أنت هتسكت وهتسكت ولا أحكي كل اللي عندي وأهون على حكاية الـ10 جنيه يا حرامي شيوك وخلي كل المستخبي يبان؟ ده تلفيق كذب. الواد ده كان بيسرع عني يا حضرة الصعاد. يعني أحكي له كده؟ أحكي له على يوم الـ50 قرش بتاع الشيوه يا بتاع الـ50 قرش يا حرامي معالج وشي يا حرامي الفلوس. أنا مش حرامي. أحكي له خير. أنا مش حرامي، مش حرامي. ساعة البيت أنا كنت جعان، عصافير بطني كانت ماتت من الجوع، وأحمد بيها الله يرحمه بقى كان أكل يسيب البدن، ما كانش نباتي ولا حيواني، كان مالي. عايشة بقى بقى زيه ولا ساعة البيت اضطريت اخد الـ50 قرش واني قلت بالسرقة دي اقتباس. يعني سرقت؟ لا ما سرقتش، دي اقتباس. ساعة البيت انا اسمعهم بيقولوا كده. بس دلوقتي انا عايز كل واحد يقول اللي يعرفه عن التاني بالتفصيل ويبرأ نفسه. الواد ده حرام. ايده طويلة. الواد ده سرق عمي وقتلوا يا فلوس عمي. اللي خلاه يسرق عمه ويسرق الشوك ويسرق الحاجات دي ما يقتلوش ليه يا سعادة البيه؟ بس مش عايز ولا كلمة. دلوقتي هنبتدي التحقيق. يا سعادة البيه نبتدي التحقيق. واللي له عنده حق عند حق اخوه يبقى عند حق اخوه ما عنده. اهلا يا انيسه. اهلا بيك يا سعادة. بدي يعني كده استشيرك كده في حاجة مهمة. استشير يا بنت. يعني مش واجب عليا يعني كده اخد قيمه ربع كيلو جبنه بيضه وربع كيلو جبنه حلاوه واروح بيهم القسم بتاع عمرو ينزلون هالسالي حبه عيني ما تاكلش؟ يا ساتر عليك يا انيسه، انت يا بنت طيبه طيبان يا بنت. على فكره انت هبله ومسكوك طبله. ربع كيلو ايه يا بنت؟ نص يا اخويا، نص كيلو جبنه. انا معايا فلوس كتير يا بنت. بطلي هبل يا بنت، انت تاخدي له 2 كيلو كباب. كلام ايه ده؟ يديله تتممات. ده يبدا اخلاقه تكون خالص. مش جايز يعني يكون هو ما سرقش الفلوس. وين الحكايه دي تخش على مخك؟ جايز يعني ينسجن فيها؟ يا بنت افهمي يا بنت، هو مش عطوة ده، هني مفيش. ايوه فارق على واد، لكن تحت دي فهامة فكارة. الواد ده ذكي، ذكي قوي. يعني ايه؟ يعني هيقدر يفلت منها كده وينقلب حاله ويتقلب ويبقى منظر وديكور؟ افهمي بقى، افهمي الاخرون اللي في عينك. افهمي يا انيسه، افهمي. الواد ده هيشتري عزبه كبيره قوي، هيشتري طين حاكم الفلاح يموت في الطين ده تكسب طين نالع. عليك على اهلك. ايه يا عبدو، انا ما بطل اشاعات حتى انا ابلغ عنك. الله، مباحث التموين مليان خير. لا 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 لا. فين يا بنت التموين دي؟ يا كذابه يا كذابه. عطوي ده الوضع، عطوي دي انا عارف عنه حاجات تشيب تشيب. بالك يا بنت انيسه، الواد ده مش شقته طول كده؟ ايوه قد سنتين، لكن عنده مخ جبار، عنده ذكاوه في الحته دي. ذكاوه؟ ايه فايده الفقير يبقى ذكي ولا غبي؟ ما هو برضه فقير. ونسيت اقول لسعادتك كمان يا حظابط ان احمد بيها الله يرحمه كان دايما يقول بقى الواد دي هو اللي هيورثني. لا لا، الواد ابن اخويا دي لا يمكن يورثني، ده بعد. عجبك كده حضره الضابط؟ انا هيتقال عليا كلام سيده وفي اوراق رسميه؟ خلاص خلاص، انا دلوقتي هفرج عنكم بضمان محل الاقامه لحضرتك تشوفه. عطوه عايزك تحرس الفيلا. وش معنى انا بقى محروسهاش؟ لا، هو المسؤول. ايه أنا المسؤول؟ إيه؟ هو المسؤول. مع السلامة. أي يا سعادة البيه، مع السلامة. السلام عليكم سعادة البيه.
جايز. واحد منهم هو اللي عملها. هيروحوا مني فين؟ روح الدكتور يا سمير، انا مش خيالة. امال ايه حكايتك بس يا ست الكل؟ مفيش. لا في يا ماما، ما احنا مش ممكن هنسكت واحنا شايفينك بتتبلي بالشكل ده. ايه بس يا ماما، في ايه؟ اختي مفيش مفيش، سيبوني لوحدي ورعبي واخواتي. ما احنا يا ماما مش هنقدر نمشي من هنا لما نطمن عليكي الاول. انت هتفضل لازق لي كده؟ هو انا هسيبك تاني يا عطوه؟ انا مش هسيبك غير لما تقب بفلوس احمد الليسي. عيب عيب يا حسن بيه، انا مش حرامي. على الكلام ده انا يا عطوه؟ ده انا اي حته كنت امد ايدي فيها الاقي ايدك فيها قبل مني. قدامي قدامي؟ طب وراي؟ ما خليتك ارفع مني. ست صراع دي موجودة؟ أيوة موجودة. في حاجة شويش؟ ست صراع مطلوبة بالاسم فورا. الاسم؟ ليه؟ جوزها مات قتيل ومطلوبة لسماع شهادته. جوزها؟ قتيل؟ وهي كانت آخر واحدة شهادته على قيد الحياة. أنا أنت قطعا غلطان. ماما أرملة من زمان، وبابا ميت موتة طبيعية وهو بياكل بطاطس. مطلوبة للاسم؟ والحكومة هتعرف هي اللي قتلته ولا حد تاني. ودي يا ست راشد. اهلا يا وائل، اهلا يا وائل، منورة الحتة. مع السلامة. اهلا 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 سي عطو، اهلا وسهلا. اهلا اهلا يا سي عطو، اتفضل يا سي عطو اتفضل. قوم يا من هنا اتفضل، ارتاح يا سي عطو. تشرب ايه؟ قهوتك ايه؟ زياده الريحه، سكر زياده. مخلطه خدمه خيرك يا عم السباحه. مخلطه قهوه يا بس مخلطه. الحاجه بتاعتك المتلجه قوي قوي قوي. هتضرب كمان؟ خش اقعد. القهوه المخلطه. الشيشه يا سعاد، شد شد. احبس حاجه سهله. اربع مطرح ما يسري يمري. شد شد شد. ودي حسن بيه. هو الواحد لما يطلع من السجن ويرجع يتقال له سي عطوه ولا ايه؟ انا مش واقف، انت خدام عمي. قوم يا قوم يا ولد. قوم يا ولد. اوعى من ايدك يا قطاع. بقول لك ايه؟ انا اخطف الحته دي واجري. اخواني. اخواني. تسمعوا لي اقول حاجه؟ بس قولها من الاول. فسحوه. تعال فسحك يا ولد. بقول لكم ايه؟ بقول لكم ايه؟ كل واحد يفتح حته. انت فتح حته بره. انا على الحته اللي فيها. راحوا. الاول. يا سعاده البيه، يا سعاده البيه، ماما ست محترمه، مالهاش في الجوات ولا في الاكل. اتفضل يا حضرتك استريح. ممكن حضرتك تستنى بره؟ اتفضل. حاضر. قولي لي يا هانم، حضرتك مرات المرحوم احمد الليسي؟ ايوه. طيب انت كنت معاه ساعه الوفاه؟ لا، انا كنت سايباه كويس قوي. طيب تقدري تفتكري الكلام ده كان الساعه كام؟ أنا اتأخرت بقى يا حمادة، همشي بقى. أرجوك
أرجوك يا سرية خليكي معايا، ما بطيش بعدك عني. ولا أنا يا حماد. يبقى خلاص خلينا لحبنا، أحكي لك وتحكي لي، أشكي لك وتشكي لي، ونبقى زي عصفورين الكناريا. هشوف فرصة وأقول لبنتي وابني. أرجوكي أرجوكي يا سرية، بزعل قوي بنقهر لما بتخرجي ولاقي البيت حوالين مني وص وص. ايه ما تمار يا حماد؟ قلبي قلبي انت هتفضل كل ما اجي خارجه تقول الكلام ده وتعمل الحركات دي؟ لا لا يا سريه، دي مش حركات، انا فعلا تعبان. انا عارفاك وفهمك كويس. لا لا انا بتكلم جد، بتكلم جد يا صغير. انا فعلا تعبان. كره ايه يا حمال؟ انت فاكر نفسك لسه مسخوط وهتتدلع؟ احنا شيبنا يا حمال. لا 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 يا صغير، انا حقيقي تعبان. يا كذاب، كاتشي بيكذب. طيب وما اعلنتيش جوازك ليه؟ هو في ولاد يوافقوا ان امهم تتجوز، خصوصا بعد ما كبرت في السن. ايوه يا هانم، بس انتوا اتجوزتوا ومن مده طويله. اتجوزت عشان بحب احمد، وخبيت علشان ما زعلش ولادي. كان لازم احمد، خصوصا بعد جوزي ما مات وولادي كبروا والشقة فضيت عليا، وكل لما كنت انمع لولادي بسيرة الجواز يطلعوا فيا كأن الدنيا من حقهم هما بس، وانا ماليش اي حقوق. حبيت اراضيهم واراضي احمد، لا زعلوا ولا زعلهم. كل من ايدي يا سعد. ايه ايه الجهل دي؟ حطيت عايز نحل في الاول. يا ما انتم مش عايشين في سراي زي الفراخ دي للتحليه، والتحليه تبقى بعد الاكل. اكل الاول وبعدين ابقى احلي. واشرب ميه ساقعه وشبرق نفسك. يا بس انا لسه ما زورتش. لا ما انت هتزور. ايش ايش اقول لك ايه؟ خد اللقمه دي، اهو اسمك برضه من اكابر. هو انتوا خليتوا فيها اكابر ولا زفت؟ امشي امشي جهدك نيله. وانا بخطا بيه. بقول لك ايه يا سي عطو؟ يا عم صباعي. يا عم سباعي. عم سباعي؟ ده انت اللي عم وعمي وعم الحته دي كلها. ايه ده كله؟ ايه زي ما انتش عارف اني بفكر لك في مشروع تاكل بيه بسبوسه بالقشطه. انا كلها يا اخويا من غير مشاريعك دي، ويلا بقى حلو عننا، يلا بيتك بيتك، يلا ما بحث التموين جايه دلوقتي عشان بدك فيك البنك المركزي. بلاش البنك دي. عارفه يا لوسيا، كان عايز يدبسني في موت عمه، دبسته قالي. يا عمرك كده ناجح وشاطر، الهي ينجح لك المقاصد يا سعاد. نوسي افتح شويه كده يا عيون نور. قولي لي يا نوسي، تحبيني يا بي؟ خزيانه. ما تتكلمي يا بي، تحبيني؟ لك نصيبك. ايوه ايوه يا سعاد. سي عطوة. سي عطوة. دلوقتي أنا عايز المراقبة في قضية أحمد الليسي تشمل سرية كمان. ما سبتش لحد دلوقتي إن أحمد الليسي مات قتيل لسه. إحنا دلوقتي أمام احتمال السرقة واحتمال القتل. لذلك هنراقبهم. في سرقة؟
كل التحريات بتؤكد ان فيلا احمد الليسي كان فيها ذهب اكتر من 1,000,000 جنيه. في اثبات رسمي بالكلام ده؟ لا مفيش، مفيش غير كلام الناس بس. احنا دلوقتي نراقبهم لغايه ما الحقيقه تتضح والشكوك كلها تزول. موافق ان شاء الله. هنا علشان احرس الفله وانا بقى جاي احرسك عشان ما تسرقش مالي. بس ايه رايك بقى ما انتش داخل وانت ما انتش خارج؟ ها يعني ايه؟ يعني ما انتش خارج غير لما اخش. طب ايه رايك؟ لا انت خارج ولا داخل. بقى تتجوزي يا ماما وفي السن ده؟ انا مش عارفه اقول له جوزي ايه. اقول له ماما جرى لعقلها ايه؟ خفي خفي شويه. يعني عاجبك اللي عملته مامتك ده؟ وانا عملت عامله؟ انا اتجوزت. اتجوزت يا سامع. سامع مامتك؟ سامع؟ سامع سامع. ما تعمليليش نور في دماغي. اولا ماما ما اتجوزتش هالفوت عشان ينكسف. ماما اتجوزت مليونير احمد الليسي. ايوه الفيلا بس بكذا مليون ومحوش فلوس متلتله. كانش بيقول عليه يسخرش، بيحوش لحد ما اروح اعيش معاه. مرضيتش علشانكم. احسن برضه يا ماما. انا مش فاهمه حاجه خالص يا سمير. انا فاهمك. ماما ورثت لنا 1,000,000 جنيه يا سمسم بجوازتها دي. ايه؟ ايوه. اللي ورثته ده كله ها؟ هيروح لمين؟ ما هو لينا. بقول لك ايه؟ فوق معايا بقى. السلام عليكم. وعليكم السلام يا عم الباع. إيه انت معزل ولا ايه؟ دي حاجه كده فرشه جايبها لك تنام عليه. ما هو مش معقول اسيب سيادتك تنام على الارض. عشاني اني ايه؟ كتر خيرك كتر خيرك يا عم سباعي، فيك الخير برضه. بس كان لازمتها ايه المرتبه؟ ماني مش هستغطي. اني لا انام، كان كفايه عليا الوساده الخاليه. دي حاجه كده على مقوسه، حاجة يعني مش قد المقام يا سي عطوة. اه والله وبقى له مقام كمان. طب وانا؟ شاهد شاهد يا سي سباعي، اهو واقف لي كده زي العمل الراضي وعايز يفض الشمع الاحمر اللي الحكومة حطاه. شاهد. ايوه شاهد شاهد ونص يا سي عطوة، شاهد على أي حاجة تقولها. ايه ده؟ أنا جيت ناحية الشمع يالا؟ ها؟ أيوه جيت. لا سيب مخدتي، سيب الوسادة. وبعدين لعلمك انت لازم تمشي علشان اخد نفسي عشان انت ساحب الاكسجين كله. مين حقك طبعا تاخد نفسك؟ سلام عليكم. لا ده انا مش ماشي من هنا، انا قاعد على قلبك. لا يا اخوي انت قاعد على المرتبه، والمرتبه دي نفر واحد مش عشرة. وبعدين اتهوى بقى، خلينا اخد نفسي. اهدى. بتزقني؟ بتزقني يا عطوه. طيب طيب يا عطوه. يلا يا اخوي كمان هتشاركني في المرتبه؟ خلي بالك انا عينيا مفنجله ومش حنام. على مهلك، على مهلك قوي قوي. على مهلك. اتفضل. الف الف سلام. ان شاء الله هتبقي فله تروق وتبقي ان شاء الله العدوين يا رب. اتفضل يا رب. اتفضل يا حبيبتي. الوقت تتغطي وتبقي تمام. يا ترى تغيروا كده علشاني ولا علشان ميراثي منك يا حمادة؟ الشمع اللي عندك كله كله كله. ايه ده كله عشان شويه شمع؟ ايوه. طب انت عندك كهرباء؟ ايوه ماني عارف. انا رايحه بقى الساعه 10 عشان انا بقول له قعدته قدام السرايا. روح
بتاعها العطوي. ايه ايوه. يعني اخد دي واجري؟ اخدها واجري؟ بعيد بعيد عشان النفس. ايه ده؟ ايه ده؟ يا اخويا. بقول لك ايه؟ عيب عيب يا انيسه. عيب عيب العيب يا تعب. الله وان خرج العيب من اهل العيب ما يبقاش عيب. الله تعالى يبقى خطيبي. خطيبي؟ ايوه. اول مره نسمع الكلام الفارغ ده. وبعدين ده راجل مليان هيبص لواحده زيك انت؟ وما يبصش ليه؟ ده انا معايا ثانيه ابتدائي ومنظر. ايه يا راجل انت؟ طب اروح منك الاليه حاططني في دماغك ليه؟ يا خطيبي. بقول لك ايه يا سي عطوه؟ اذا كان معاك حاجه عايز تخبيها اديها لي واني اخبيها لك في عينيا. وما تخافش سيبك في بيت. لا ما تخافش عليا انت يا سباعي، ما تنساش اني فلاح. يعني هتقول لي يا سي عطوه؟ ايوه هقول لك ان الخير كله يا سباعي في بطن الارض. يعني قصد اخدم. شايلك لعوزه يا سباعي. استأذن انت. اتمسى بالخير يا سي عطوه. السلام عليكم. على السلامة يا اخويا. ضيوفي كل شوية واحد رايح وواحد جاي وانت قاعد تتفرج مالكش حد يعبرك. تشرب شاي. ايه ده ماما؟ ايه ده؟ معقولة؟ لا 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 يا ماما لا. انت ما تعمليش حاجة خالص. انا اعمل. ومين يطبخ لي يا سمير؟ سامي يا مراتي هتجيب لك الاكل جاهز من عندي يا ست الكل. ده انا كنت بشحتكوا عشان اشوفه بعض الشهور على ما تزوروني يا سمير. خلاص يا ماما خلاص، من هنا ورايح هتلاقيني عندك كل يوم. عاداتي لوحدي بتتعبني قوي. شوف يا ماما، من بكره مش هتعيش لوحدك تاني ابدا. وبيتك ومراتك هتسيبهم يا سمير؟ خلاص اجيبهم مني اقعدوا معاك. لا تدوشوني وتوجعوا دماغي. طب يا ماما شوفي ايه اللي ممكن يسعدك وانا اعمله لك. يا حبيبي. ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ صنع ايديا وحياة عينيا. شوف 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 شوف. ايه دي؟ هذا طعمية. ايوه ايوه. يا انت ايه دي؟ دي نص سوي. برشت. برشت برشت. ايه دي الموضة؟ نفسي تسدد. ايه يا اخويا؟ نفسي تسدد. بيتك 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 بيتك. غادي غادي فتح حياتي كتير. بسم الله تعالى كل. بس وانت عامل كده زي ال استني. ايه قالت لك استني؟ كفايه واحده واحده. انت انا قلت لك ما اقدرش اكل كده. طيب عن اذنك بقى يا سي عطف، لما تروق تبقى لوحدك هبقى اصلي بدرس يا اختي. يدوم عزك يا اخوي. شوبينج في السوبر ماركو. ما تنسيش خلي البيه صغير يعمل زي الناس بيعملها على روحه كتير. جو سويت غيفات جيب اخسو كو جيت غابابو كو كومسا. نو انيسه حاولي كده يا حبيبتي تهندبي في نفسك كده عشان البيه الصغير ما يلقطش منك. وحاولي استحمي اغسلي راسك بمتر جاز علشان السباق. مالك كده عامله زي انتات العنكبوت؟ اتحركي هاتي. اوه نو لا خد الشنطه حطيها في شنطه العربيه. فاهمه؟ تدخل من السيبه. احمد
نو هلي نو. أنيسة أنا مش هتأخر، يا دوبك هعمل حمام بخار وشوية تداليك. How can I express my feelings towards you? I think of this my tongue hurts when I want to speak. أما بين السبس ونطريد يعني ساونة. وما تنسيش حمي بوسات. بقول لك إيه، هاتي الشنطة بسرعة، بتكون مصيبة. كل بنات الدنيا تتمنى ضفره، ايه؟ لقوا بنات ايه؟ بنات متعلمه، بنات متثقفه، مش بنات شغالين في بيوت سكن بهن. سكن بهن ده بنج هن. عندك حد؟ عندي. الاموره بنتي نفوسه، على الاقل معاها دبلوم تجاري، ايه؟ وموظفه قد الدنيا، ده 1000 موظف طلبها مني واني مطنش. نفوسه. نفوسة دي عروسة، عروسة لقطة وعليها حتة طب، إنما إيه؟ عسل. طب إيه يا ولية؟ ده طابع الحزن. ما تفهمي بقى، أنتم مش فاهمين ليه؟ المهم امشي في الموضوع ده وليكي الحلاوة، يلا وريني شطارتك. طب يا أخويا ما ترمي بياضة، ولا الشطارة هي عندك ببلاش؟ بلاش، بلاش ده إيه؟ ايه مش دي برتقالي؟ يعني هسقيكي كل الالوان. اشربي اشربي، ده انا هسقيكي شرب. يا خلي الوانك لنفسك يا اخويا. ادفع حاجه تحت الحساب، حكيماني ما جريش ببلاش. مشروع تفصيل الدمور وتصديره، مشروع يكسب ذهب، مشروع تدكيك الاساتك بالريموت كنترول. احمد الليسي ويحبس الفلوس، لا ده يبقى حرام، حرام حرام وظلم كمان. ماما يا ماما. نعم. هو احمد بيه كان معاه فلوس كتير قوي؟ شايلها فين؟ لا بقى مش هقول لك. فاكرني نايم يا سي حسن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. دي مش صوت حسن. مين؟ سي عبدو؟ سي عطوي. أنا كنت جايب لك شات شاي وشات سكر. شاي شات سكر؟ أيوه. سلام. أنت اللي جايبهم بنفسك يا عبدو؟ أنا خدامك يا سي عطوي. أنت تأمرني وأنا أنفذ. أنت تشاور بصبعك كده. انت واد يا بقال. هذا يا ولد فز جرهت لي علبه تونه. فز؟ انت يا تحش انت بتقول لي انا فز؟ لا بقول لك ايه، ده اني اشيلك وانقدك انزلك ثلاثه، فاهمني ولا لا؟ بقول لك ايه يا ولد، والله العظيم اخد الحته دي واجري، فاهمني؟ اخطفها واجري. سيب دي بتاعتي. بتاعتك؟ بتاعتك يا تحش. بقول لك ايه يا ولد، انت فاكر يعني ان طلبات المنازل دي بالسهل؟ ده اني اوجه الطلبات دي للاحبه. سلام عليك يا اصيل، يا اللي كنت بتلطع لي بالساعتين قدام الدكان وتمشي العيال قبل مني.
دي كان زمان يا سي عطوه، دلوقتي انت خلاص بقيت من الاكابر. وان يعني الود ودي يعني ان الود يتصل. ايوه بس اني ما معيش فلوس. اخص عليك اخص عليك يا سي عطوه، فلوس كده كده تشرخني من جوايا ليه؟ غطي غطي يا سي عطوه، ايه يعني 10,000 جنيه؟ انت مغطي بس مكشوفه. 10,000 جنيه؟ احنا برضه نتكلم عشان 10,000 جنيه. السلام عليكم. بقول لك ايه؟ هي فتحيه عدت عليك؟ لا انيسه اللي عدت. انيسه؟ تاني؟ ماني منبه عليها ومديها شوية شاي وشوية سكر، ايه الطمع ده؟ الناس كلتها بقت طمعة يا سي عبده. سلام. سلام عليك يا سي عطوة، يا سلام على ألفاظك الحلوة، ايه الحكم دي؟ ايه الحكم دي؟ حكم؟ وفتحية كانت هتعد عليا ليه؟ موضوع كده. وايه هو الموضوع اللي كده؟ موضوع هيشرح قلبك وقلبي. الله، البنت دي اللي بيجيبها هنا؟ ايه وايه اللي ما يجيبهاش يعني؟ قولي يا سي عطوه، البنت دي مش من توبك، مش من مقامك، انت خلاص بقيت كبير، كبير قوي. كبير كبير الوقت كبير، وايه اللي كبرني على طول كده؟ العوافي يا جدعان. العوافي يا سي عطوه. اهلا يا انيسه. ايه مش فاضي ولا ايه؟ ولا البقال ماشي؟ أني كنت بكلمه في كلمتين. أيوه كلمتين وخلصهم من ساعتين. اتفضل يا أخويا. خلاص ما تبعد كده وأنت واخد المكان كله. يا ساتر. السلام عليكم. مع السلامة يا أخويا. سيبها وأنت رغاي. ساعات ومشي وبقينا لوحدينا. لوحدينا؟ أيوه لوحدينا. اتفضل يا فندم. شكرا. العفو. ثبت ان المرحوم احمد الليسي كان شايل في الفيلا مبلغ كبير من المال. ايوه. كان شايله فين؟ في الخزنه. بس احنا لما جربنا الفيلا ما لقيناش خزنه ولا حاجه. تبقى اتسرقت. يعني هي كانت خزنه صغيره ممكن اي حد يشيلها؟ لا دي زي الداهيه، دي عايزه 5-6 رجاله يشيلوها. عارف حضرتك الخزنة اللي بتبقى طولها متر ونص وعرضها متر ونص؟ اه يعني هي منهم. طب الخزنة دي فين؟ في اوضتها. فين بالظبط؟ لا لازم انا بنفسي اوري حضرتك الاوضة واوريك مكان الخزنة، لان مش ممكن لوحدك هتعرفها. ايوه بس دي عايزة قرار من النيابة. هات وتعالى يا فندم. احنا متشكرين جدا يا هانم واسف جدا على الازعاج. تحت امر حضرتك. السلام عليكم. مع السلامة. اتفضل يا هانم. مع السلامة يا فندم. مادام الخزنة تقيلة بالشكل ده يبقى أكيد مفيش حد شالها. معرفوش مطرح أحمد كان حريص. هو في حد تاني يعرف مكانها غيرك يا ماما؟ جايز عطوة يعرف وجايز لأ. ما تكلمش ليه اذا كان عارف مكان الخزنه؟ تلاقي اكيد ما يعرفش اي حاجه عن الموضوع ده. قصدك ايه؟ يعني ما حدش يعرف اي حاجه عن الموضوع ده غيرك يا ماما؟ تقصدي ايه؟ اقصد ناخد الخزنه لينا من غير ما حد يعرف. نسرق احمد؟ بتعملي ايه؟ بتعملي ايه؟ بتعملي ايه؟
بقى مش عايز ولا حركه. ترقصي فرحانه؟ فرحان عروسه ترقص ليله فرحها. اقول لك اغنيه؟ امال الغازيه تعمل ايه؟ ويهدي اهدي رقصه الكنافه. مش عايز رقص. حلمت خير، اللهم اجعله خير. حلم جميل قوي بس قلب بكابوس. وانا اسباعي ما شفتش فتحيه. بقول لك ايه يا عمر، تفتكر انه مشروع في دولم ولا دكهمة ولا دولهمة اللي ممكن ينخشش في نافوخ في عطوة؟ ما تحترم نفسك يا ولي. هو انا كل ما اسالك سؤال تقول لي دول همي دوك همي ولا من هني ولا من هي؟ ايه يا ابني ايه؟ انت اتجننت خالص؟ كلكم خالص اتجننتوا؟ فوق اسالك سؤال محدد، وادي مشروعك اهو، ادي مشروعك اهو عشان ترتاح. لما اسالك سؤال ترد علي. انا بسالك على فتحيه، بعتها مشوار لسه ما جاتش، ما تعرفش ليه؟ واني مالي؟ واني كنت شخارة؟ انا لا مش انت، انا عايزه سعاد. روحي يا سعاد. ايه يا توحى يا تحتوح؟ بقول لك ايه، البت انيسه لازقه لسعاطوي، روحي زحلقيها اجري. الله ما تصبر يا عبده. على فكره ماما عارفه فلوس احمد الليثي فين وخزنته فين. ايه؟ هي وبس اللي عارفه، ومفيش اي حد تاني يعرف اي حاجه عن كده خالص. طبعا انت فاهم انا عاوز اقول ايه. فاهم. طبعا ايه؟ امال هنتصرف ازاي بقى احنا في السر؟ ايوه ما هو لما تقول لنا هفكر في حيلة. بقول لك ايه، سيبنا انا بقى ماير دماغي. ماما تعالي. ما اقول مات يا ماما، احمد مات. يبقى حسن الورث ملهوش غير وريث واحد بس، حسن ابن اخوه. انا بحسه اتقصيت كويس قوي يا ماما. حسن قوي يعني؟ وانا يلا حسن ده مليون يا ماما، مليون. ودهب يا ستي اعمل بيه ايه؟ احنا هنعمل يا ماما. خلينا نطلع لفوق بقى وادخل انا جهنم. غلطه واحده بس تخليني مليونير، والسابقه الاولى ما بتتحسبش. ما يهمش بالحلال. انت اكيد ما بتتمنيش لنا الخير. انتوا اللي بتكرهوني جايين علشان عايزيني اسرق. والعمل يا سامي. ما بدري بدري من عمرك يا سي عطوة. فكر في اللي بقولولك. مش سامع. فكر في اللي بقولولك. فتكوا بعافية. كان بتعمل ايه هنا دي؟ كانت بتجيب لي عرايس. نعم عرايس. ايوه شايفة دي؟ اهي دي بقى بنت عبده البقال. بس ايه دي بعديكي تالتة ابتدائي، ودي اخت السباع الترزي. بس دي بقى مش هتوصلي لها، دي مدرسة تطريز. كمان كرشينة بنات كرشينة. بس مفيش ولا ولد عايز يبقى مع البنات دول. ايوه
اصل لحم الجمعيه. وانا ايه يا عاطف؟ انتي انيسه. انيسه ايوه. عروسه ولا اعلان؟ عروسه. عروسه بالقوي. اتحايلت عليها عشان اتجوزك ولا لا؟ اتحايلت عليكي تاني. اتحايل عليك واتحايلت وعلى اللي خلفوكي كمان. بس انت اللي تهلتي. خلاص خفيت يا عم. خفيت ورايت اتجوزك. بجد يا انيسه. ايه هدول هدول ليه؟ هروح لفتحيه بقى واقول لها ايه؟ ما تلزمناش. جاتك نصيبه واقف في سكتي. عروسه بالقوي. ولي بتنصحني؟ ولي اني نصيحتك في ايه بس؟ باعت فتحيه عشان تخطب لاختك؟ ايه؟ زي ما انت بعتها عشان تخطب لامك، تخطب لبنتك. ايه؟ طب ما انا سايبك وانت تعمل مشروعات لدك امي واللي عشان امي. وانا سايبك، ما انا عارف انك عايز تاخد فلوسه. يا سلام، ما يمكن مشروع الجواز هو اللي يعلق. ما انا لا يمكن اسيب فلوس احمد الليثي تنفد من ايدي ابدا. وصيتي لك يا ثريا، لا تفتحي هذه الوصية إلا بعد الأربعين. أحمد الليثي. شفت يا عبده؟ فهناك بك طلع على شونة. نقبل وحدي؟ نقبلها كلنا. اللي غيظني إن الفلوس كلها هتروح للولية اللي اسمها ثريا اللي كان متجوزها. والحسن بيه التحش. أيوه حسن بيه التحش هيورث بعد طول انتظار. فلتت مننا فلوس احمد الليثي دي، لكن طالعه من عيني. ولا الولا عطوه اللي قاعد يرسم علينا كلنا، ومشغلنا خدامين له وعمالين نتحشكل له ليل ونهار. لا هدفعهم له بالمليه. هو معاه حاجه؟ ده ما حلتوش اللطف. معهوش حاجه؟ يعني ايه؟ يعني راس مالي راح؟ ايه؟ وانت ساكت يا سباعي؟ وانت ساكت يعني امسك الحته دي واجري؟ وانا مالي؟ الحمد لله مش عايزني ارتكب ذنوب. ما هو سمير اللي ما عرفش يتصرف. انا مش عارف حسوا بيا ازاي. كفايه علينا حقنا الشرعي. احنا عايزين ايه غير كده؟ كفايه. ولا ليا اصل في نوسي ولا ابا حنون زمان مجنون. نوسي خلاص يا نوسي، لقوا الشنطه قولي لي الحمد لله على السلامه. طلعت برا يا بيت. يا فرحتي بيك. ايه وبعدين انا زعلان منك، ازاي امبارح ما تجيبليش عيش وحلاوه يا بيت؟
واجي لك ليه؟ ها اجي لك ليه؟ ثم انا مش فاضيه دلوقتي ودمي محروق، دمي محروق. تيجي لي ليه؟ تيجي لي علشان قصتنا مع بعض، قصه ياسين وعلي. وبهية يا جاهل. ايوه حبني يا نوسه وهنتجوز. ايه واصرف عليك؟ اصرف عليك يا سعطعط، ده حتى الراجل اللي كان بيشغلك مات بح خلاص، بقيت صايع. كون نفسك الاول وتعالى قابلني، وبقى قابلني. لا ليا اخر ولا ليا اخر كده برضو يا نوسي. استنى عندك هالي. مين هناك؟ سمارة. ايه في ايه؟ تاكسي حريم هالي؟ انا معاكستش، انا معاكستش. تاكسي حريم؟ دي نوسي. ايوه دي مش زي اختك دي؟ ما هي دي مش عيب عليك يالا؟ عيب ولا مش عيب؟ تحترم نفسك يالا؟ ايوه في حريم في بلدنا بتتعاكس هالي؟ انا معاكستش حد خالص. دي نوسي. ده انا شايفك، انا شايفك بعيني دول وانت عمال تعاكسها. عاكستها ولا لا يالا؟ اعترف يالا. وانت ما بتضربش ليه؟ هضرب يالا. بقول لك ايه؟ نعم. رجعت لاصلك هالي؟ ايوه رجعت لاصلك هالي؟ ايوه حاضر. في ال 10 جنيه وريال يا هالي. 10 بتوع ايه؟ وفين ال 7 جنيه بتوع يالا؟ مش هو اللي شكك هو اللي يدفعهم. طب هو مات. خدهم من مين اللي منك يا هالي؟ ايوه يالا. طب اصبروا عليا كام يوم واني هجيبهم. انا مش عايز ال 10 جنيه. ربنا يخليك يا عبد. فين الريال؟ الريال اصبر عليا كام يوم. كام يوم؟ إيه؟ اني هاخد الريال ده بقى ناشف. خده ناشف. ادي واحد. دي بشيلن. دي ب 15 قرش عشان جامد شويه. يبقى فيها الحمد. فاضل ايه؟ شيلن. ايه رايك في دي؟ لا ده كده بقى 25 قرش. يبقى ليك شيلن. يبقى ليا شيلن. اخده بقى. خده من حقك. مش كده برضه؟ ايوه حقك. ماني قلت لك ما تتحشرش. ميرسي يا سمسة. المهم بقى الفلوس قد ايه ونصيبنا فيها قد ايه؟ نصيبها؟ وهي ماما برضه هترضى تدينا نصيبها في ارض وتركه احمد الليثي وتدينا كمان بقى فلوسها كلها؟ لازم توافق وبالاسلوب اللي هو من غير ما تحس كده تدينا الفلوس وهي فله بتضحك. يا سلام، ده انا في دماغي مشاريع كبيره قوي. أنا حليف في الدنيا، هركب عربية آخر موديل، هسكن في الزمالك في جاردن سيتي، لازم أعيش وأعيش مراتي وأولادي. وأنا إيه؟ في حاجة يا ست حبايب، بتقسموا تركة جوزي ومش عاملين حسابي. عاملين حسابك طبعًا يا ماما. ما هو أصلي يا ماما أنت طول عمرك أنواع وبترضي بأقل حاجة. مش جايز نفسي في حاجة أنا كمان. كل اللي نفسك فيه هيجي، أكل هدوم فسح. هو احنا يا ماما برضو معقول هنبخل عنك بحاجه؟ مش انتوا اللي هتبخلوا عليا، انا اللي هبخل عليكوا ولا لا؟ ايه ازاي يعني؟ فلوسي هتفضل معايا. خليها تعفن زي ما كانت معفنه مع المرحوم. يا ماما يا حبيبتي، ده احنا هنشغل لك الفلوس دي. يا ماما يا حبيبتي، يا ماما يا حبه عيني، انت لازم تستريحي. انا هديك الفلوس اللي تريحك، اللي في سنك على المعاش. شوفي احنا هنريحك من الفلوس وهم الفلوس. اه حكم الفلوس دي اصلها بتخلي الواحد يجري ويشتغل ويشغلها. الفلوس دي عبء كبير قوي، خليها علينا احنا. اوصية عليا يعني؟ متمشينا يا عم عفو. تعالي يا ولد. عفو خد اسكت. مش لاقي فلوس الليل سليمه، ما حدش لبس منها حاجه ابدا. ايوه يا اختي، ماني عرفت يعني اخد حته وردي اخدها واجري. ليه؟ عرفت كل حاجه. بقول لك ايه؟ ما هو الفقر فقري طول عمره فقري. فين صوره البيت؟ ما عطوه. عطوه انت ما عندكيش ضمير يا وليه؟ بتديني صوره بنتي ليه؟ لا مش انت اللي قايل لي. انا قلت لك كده؟ دي بنتي مثقفه معاها دبلوم تجاري. بعد اذنك يا بيه، ما تسيبهم لعطوه لسه هيجي ينام عليهم. هي نومه المراتب للي زيه يا بيه. اها ما كنت جايبهم له. غلطه وبصلحها. يا سلام. تاني كنت جايبهم لسيادتك بس غلطت في العلوان. يا سلام. تتفضل تستريح يا بيه، اسيبهم لك؟ والله اسيبهم لك، نام وانجعس يا بيه. بقول لك ايه؟ ايه؟ انت عارف انا لما حورس هفتكرك،
هفتكرك انت والاناتن الغجر اللي زيك. كتر الف خيرك. هي يعني الحدايه بتفرق كتاكيت؟ يا ما قلتلكوا ان انا حورس وارجع زي الاول محدش صدقني يا غجر. يا بيه انت تستاهل كل خير. طب قوم فز. ايه؟ روح هات لي حاجه ساعه من عند الواد زفت البقال ده. من عينيا يا بيه. ولا ايوه يا سعاده البيه. بقول لك ايه؟ ايه؟ هات لي حتتين توست مع الحاجه الساعه. طشت؟ طشت ايه؟ هو انا هاخد فمين؟ توست ما تعرفوش؟ لا ما اعرفوش. طب هات لي كرواسون. مين؟ ساليزيون. ايه؟ باتون ساليه. ايه؟ هات بسكوت. عارفه دي موجودة عند عبدو البقال. طب روح اتنين. روح هات. من عينيا يا بيه. تكنيلة وانت شبه نتايت العنكبوت. انا وانت والزمن طويل يا عطوة. يا سلام، ده انا جوزي في دماغه مشاريع كبيرة قوي للفلوس دي. نفسي عايش بقى، نفسي اعيش وعيش مراتي واولادي. وانا انت اللي زيك على المعاش. انت ترتاحي بقى. اموت يعني علشان تعيشوا انتوا؟ مساء الخير يا اني. جو يا لهوي، مالك يا اختي؟ عطوه وسيبنا اقولك مالك بتعيطي ليه وقهرانه ليه؟ أني مش قهرانة يا فتحي، أصلاً اتصدمت قوي، أصلاً طمعت أيام. أيوه، كان منايا كده أتسلسل وأبقى ست هانم زي الهوانم بدل الجري والشقة ده بقى. يا حبيبتي الشقة ورانا ما كفايانا شقة بقى، حتى الحلم بيتدفن يا إخواتي، بيموت ما بيلحقش يعيش ولو ليوم واحد. احلامي على قدك. انت كمان هتفقرني في احلامي يا فتحيه؟ ايه مش كترين عليا حته حلم يا اخواتي، ده حلم مش علم. ما تبصيش لفوق يا انيسه. هو عطوه يعني كان فوق ولا منظر ولا ذكور؟ اهو عندك هناك اهو في مطروحين. اني يا اختي؟ اني اروح له؟ حض الله. لا يا اختي، أنا عندي عزة نفس يا فتحية. أيوه عندي عزة نفس وكبرين، لازم يعملني ست ويعمل لي مطرح. أيوه بدل الشقة والجري ده. ساعتها بقى أنا هستناه إذا كان لسه رايد. يا هبلة اديله ريق حلو. العطوة يكذب يموت يقعد جنب الحيط. ده عطوة وأنا عارفاه يا فتحية. أيوه هيعمل زي حسن، كل همه على الورث. لا يا اختي، لا لازم يشتغل، لازم يعمل. ايه لازم يشتغل ويعمل، حتى ساعتها مش هيبقى قد الحلم اللي حلمته. ده انا طمعت في احلامي ياما قوي يا فتحي. انت هاي بقول لك ايه، اني اخطف الحته. اخطف ايه؟ هو انت فيك حاجه تتخطف؟ لا اهو ده هوا دي. يلا نمشي من هنا يا الف. طيب اخد بك بسكوت. ولا هتاخد اي حاجه. طيب ارهن البلغة لغايه ما اجيب لك حق. ده انت حتى لو رهنت نفسك ما تسويش بريزه. يلا اخويا، يلا المحل اتنحس. طيب اخد مصاصه. ايدك تاخد مصاصه ايه؟ طيب اشرب زيت. زيت؟ لا يا اخويا ما فيش زيت بيتشرب. طب خالي. طب خلي عنك بقى. يلا يا ولد، يلا من هنا. يلا من هنا. ما تسيبش عم عبد. بقول لك ايه، خد دي اخطفها والله. اخطفها يا ولد، اخطفها. عم عبد عايز ايه؟ من عندك دي يعني. قولي لي ايه بس يا ست، كل اللي انت عايزاه وانا تحت امرك. هي الواحدة ترتاح إلا ببيت جوزها. إيه؟ جوزك تاني يا ماما؟ أنت فاكراني كبرت؟ لا نصبة منك. أنت بتقولي إيه يا ماما؟ هو حرام؟ ولا جواز حلو ليك أنت وأخوكي بس؟ أنا مش فاهمة، أنت بتفكري تتجوزي إزاي أنت يا ماما؟ وأعيش بقى وأشوف نفسي زي ما كل واحد فيكم عايز يشوف نفسه. Thank you.
الليل. طب هات حته حته يا عطر. كك خابط باكل باكل ايه يا هبل؟ اني بمرن بقي عشان ما يقفش. انت بتقول ايه؟ وطي صوتك لا تسمعني. ما تسمعني؟ الله، يعني ايه تفكر في الجواز؟ طب وانا عملتها بقى وقلت من يجري وراها عشان ثروتها؟ لا ما تعملهاش. ماما اكيد ست عقل وما تعملهاش. وانا عملتها ما يتمش ما يحصلش. انا مش طرطور ولد. انا حر. لا يا ماما. لا يا حبيبتنا يا حبة عنينا. يا ماما يا روح قلبي انت مش حرة ابدا. لا ما هو مش معقول بقى هتجيب لنا التهذيب. يا ابني انت كده تمنك كده يجوزوك ليه ولا يشككولك ليه؟ ها؟ ليه؟ واني مش راجل؟ الراجل يا اخويا اللي مليان اللي عنده. واني عندي دراعي. ودراعك ده ينفع بيته لما انت قاعد جنب الحيطه. روح اشتغل كده وهات قرش عشان ناكل بيه انا وانت. يلا الدراع قال. الدراع قال اهو. الله 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 الله. هو ده دراعي عندي ولا ما عنديش؟ عندك عندك. ايه؟ مستطخن نفسك؟ ما خلاص يا عطو. اجري ادي حسن بيها هتلاقي اكل ليا وليك ولا شكك لني؟ ايه ده؟ انا ابن الاكابر اشكك لك انت؟ اتهبلت ولا ايه؟ انا هروح اشكك لنفسي بس. سيب دراعي يا زيد. اني لوحت دراعه ازاي؟ اني جامد. الا الا اخطف الحته دي واجري. الا ها اخطف واجري يا طحش. انت تخطف اللي انت عايزه يا حسن. انت حتى لو حبيت تخطف دي اخطفها، بس انا خاف عليك لا تتزحلق تنزل من تغدغ. يا سلام يا سي حسن، ده انت ابن اكابر. تاخد اللي انت عايزه. روح روح هات لي اللي قلت لك عليه. ايوه بس قبل يعني ما اجيب لك ايه تكتب لي اللي انت عايزه، علشان انا في الحساب ما اعرفش ابويا. مية وخمسين بيضة. انا مين؟ انا فين؟ انا ايه؟ يا عين عليا في رارارارا. لا ليا اخ رشيد ولا ليا اصلي يفيد ولا ابا حنون. يا زمان مجنون. نوسي نوسي رايحة فين يا نوسي؟ رايحة الكوافير. هكون رايحة فين يعني؟ ده كلام؟ ده رد ترد بيها علي؟ تاني عطوة يا نوسي. سعطوة. خلاص يا سعطوة خلاص. بح بح خلاص ما تلزمنيش. الزمكيش دلوقتي ليه؟ بعد ما عرفتي ان مشاني اللي سرقت شنطة البيت. اصروا بقى يا سعطوة على اصروا. انت عاوز مني ايه؟ عاوز مني ايه؟ سيبني في حالي بقى يا اخي. عايز منك ايه؟ ما انت عارف انا عايز ايه. العيد قرب يا نوسي. بدنا نتجوز على العيد. بدنا نعمر بيت جديد. اشبعنا عزوبي وهموم. اشبعنا عزوبي وهموم. نتجوز يا نوسي نتجوز. واصرف عليه. راسي انا راجل يا بيت. يا سراجل بتشتغل ايه يا سراجل؟ ما بشتغلش. طيب لما تشتغل بقى وبقى تعالى اتجوز. سعطوة سيبني في حالي بقى. سيبني في حالي يا اخي. ما تعمليش موضة كده وسط الناس. الله سيبني في حالي. لا لي يا اخ رشيد. نوسي. ولا لي يا اخ. نوسي. نوسي. الحمد لله. الحمد لله ان عبده والسباعي مش هنا. كانوا قالوا لي بعكسها وكان زمان الالم. ايه ده يا فتحي؟ ايه؟ الخرد نجيب غير. اسمعي ايه؟ انت ما تجيبليش الا فيه ال 35 سنه. اكبر من كده لا. ها؟ ايه بفلوسي. بس دي مساله هتاخد وقت شويه. قدامك المدى طويل. ده احنا يا دوبك هنعمل 40 المرحوم بكره.
الوصيه بتدي حسن الليثي ارض الشفيق بس، وبشرط تقعد فيها وتزرعها، والفيلا مناصفه بين الست ثريا وعطوه البسيوني. الله اكبر، الله يرحمه، اهو كده اثر فيا اكتر. بشرط ان الست ثريا تقيم فيها وتعلن جوازها من المرحوم. اما الفلوس فتقسم بالتساوي بين الثلاثه. ايه؟ انا زي عطوه الجربانه؟ لا، المفروض انت اقل. اقعد يا اخوي، اقعد ارتع الشوك. طبعا الكلام ده كله بعقود مسجله رسميا وموجوده تحت ايدي هنا. وفي شرط عليك مش على عطوه، انك ما تستلمش الفلوس الا بعد اقامتك في العزبه سنه كامله. طب واكل منين؟ تاكل ايه؟ انت مش هتبطل اكل، انت عايز ايه اكتر من كده؟ انت جبل بتكتر الاكل علشان تاكله بعد كده؟ اقعد يا اخويا، اقعد. شوف اما اقول لك، اما حاجه ازرع الارض تديك الاكل. اقعد. ازرع الارض تديك الاكل. عجبي. الحقني يا عبدو، عطوة ورث. ورث التلت، التلت بالظبط. قال ايه؟ ما حصلش لسه، اتبع حصل وحصل وحصل. ايه والله. ايه يا بنتي بخاطرها؟ ها؟ كل. ازاي؟ كل يا عطوة. بالاثنين؟ حاضر. كل. هروح اجيب لك الفراخ واجي على طول يا عم. ايوه على مهلك يا هاني، على مهلك. مهلك. بقول لك ايه؟ صورة البيت لسه مع عطوه؟ لا، مش انت اللي قلت لي خديها منه؟ هاني؟ يعني اخطف الحته دي واجري؟ اخدها واجري منك ولا ايه؟ لا، بقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ انت تروح تديها له تاني، ولو جه خطبها اديك الحلاوه، فهماني؟ يا استهان تعال يا عطو. قال احنا هنقعد مع بعض لوحدنا ازاي في الفيلا دي يا عطو؟ والله اللي تشوفيه حضرتك، انا طول عمري خدامك وخدام المرحوم. ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوله ده يا عطو؟ خدام ايه وكلام فاضي ايه؟ انت دلوقتي بقيت عطوه بيه. أني عطوة بيه؟ الله يسامحك يا ست هاني، وعلى العموم اللي تؤمري بيه. أنت اللي تؤمر يا عطوة، أنت راسك براسهم كلهم. بقول لك إيه يا عطوة؟ نعم. ما تفصلنا كده بدلتين تلاتة. كلام إيه دي يا ست هاني؟ من خرج من جلابيته اتقل مقداره، قال بدلتين تلاته. طيب بس هي ما تعرفش ولا ايه؟ اهدى يا حبايبي. مش نشوف الفيلا كام اوضه الاول؟ طبعا هنشوف ونقسمها. طبعا هنقسمها. انت عايزه كلام؟ هنقسمها بس مع عطوه. وانا وانت؟ لا، ما انا بصراحه بقى ما بحبش اتعامل مع مراتك، ولا انت بتحب تتعامل مع جوزي. سمسم، ايه جرالك ايه؟ هنقسمها يا حبيبتي، هنقسمها، بس ارجوكي ارجوكي بلاش نختلف من دلوقتي. تقسم ايه انت وهي؟ مفيش حد هيقعد معايا، انا ما بحبش دوشه العيال. هتقعدي هنا يا ماما وتسيبي شقتك لمين بس؟ خديها يا ساميه اللي كنتي عايزاها. ما هو يا ست الكل، الفيلا هتبقى واسعة عليكي قوي. وبيني وبينك برضه يا ماما، شققنا مش هي. الشقة عندكم، وهدي كل واحد 50,000 جنيه، وسيبوني في حالي بقى. نعم. إيه؟ 50,000 بس؟ تاخدوهم ولا لا؟ ناخدهم وندور على غيرهم. اهلا اهلا يا عطوة.
هاي. فكرت في اللي قلت لك عليه عطوه؟ من جد فكرت، فكرت بس مش لاقي لها حل. ليه؟ ايوه بس احلها ازاي يعني؟ احلها ازاي؟ نتجوز يا عطوه. مع بعض في الدنيا ازاي؟ قلت ايه يا سعد؟ قلت الجواب مشمومي وتخليني افتكر حاجات مش مظبوطه. قلت ايه؟ انا بحلم وانا صاحي. اتكلم قلت ايه؟ يعني اني صاحي؟ ايوه انصيني. صاحي صاحي اتجوز يا ريت انا موافق. بس انا ليا شرطي يا عطوه. كل اللي اتصلت بيه بلاش مش هاخد جواب تاني. ولادي ما يعرفوش. لا. علشان ما يزعلوش مني. ما تخليش. مش هيعرف. ما فيش غير دكتور المركز اللي رايح له دلوقتي هو اللي هيعرف عشان يقول لي اذا كنت اتجننت ولا لسه. هطلع مره في الهواء. هطحني. السلمه اللي في الكبت دي هتموتني. تعبان. تعبان يا ستان. رايح فين يا عطوة؟ تعبان. جرى ايه يا سعد؟ يعني واخد في وشك كده يعني وما بتعبرناش؟ ولا يعني عشان لبست لنا بدلة سموكن؟ مش انت اللي قلتي لي ما تلزمنيش؟ الله ما انا بتقل يا ساعات وبتقل. يعني انت مش عارف تقول البنات 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 اطيب الكائنات. الله بعمل زي ياسين وعلي. وبهية يا جهلة. اسلم لي حنكك. انا كمان بتقل زي تقل العيال. اخواتي يا اخواتي حقك عليا يا ساعات ما تزعلش مني. سماح النوبة. حقك عليا ما تزعلش. ما اقدرش والناس حقك عليا. أنا عارف أنت عايزة إيه. إيه؟ خد الطبق كله وسيبيني. السلام عليك يا سعطوة. بحبك يا سعطوة. أيوه بحبك صدقني. طب إن شاء الله عدمك بحبك. لا ما أنا أنا عطوة عطوة. لا تعالى يا عطوة. لا سعطوة تعالى. سعطوة تعالى. سيبيه يا ولية. تعالى يا ولية عطوة. ما تطلعش يا عطوة. كفاية. تعالى معايا أنا. كفاية. مين أنا؟ عايز اعرف مين دي؟ انت بتاعي يا عم. ايوه ايوه تعالى بقى. ايوه راح تشتغل. شغال يا شغال. اخرسي. ضربني انا دلوقتي مراته. لا لا يا لوسي. ايوه ان شاء الله كانت ايدي تنقطع قبل ما بدها عليك. بعد الشر عليك. عطوة اسمع كلامي وتعالى معايا. بس يا ولية فسحي شويه. فسحي مش فاضيه. تعالى يا عطوة. يلا يا ولية. بس يا لوسي. ايوه تعال. انا عارف انت عايزه ايه. بس ايدك ما تمسكيش ايدي. اتفضلي. الطبق بتاعك الجوافه والعنب ناقص 9 عنبات وجوافتين. هبقى ابعت لك فلوسهم. ايوه سمحتيني يا نوسي. ايوه بتحبيني؟ ايوه ايوه يا سعد وبحبك. ايوه بحبك قوي قوي قوي. بحبك وانت معاك فلوس وانت مفلس وانت لابس بدله وانت سلت ملت وانت حافي وانت بتعب صحيح. ايوه بحبك. صحيح يا نوسي. ايوه صحيح. خلاص يا نوسي. ايوه هنشتري حته ارض بالفلوس اللي جات لي. ايوه ونعمرها ونزرعها ونحصدها ونخوي
والخير يعم علينا وعلى اللي حوالينا. زراعة حصاد، زراعة حصاد. لا مش كده، تاني. زراعة حصاد. ده انت، انت اللي جنب توفي. تعال. انا يا ابله. ايوه يا عم تعال. بعدين لك توفي. اتفضل يا عم. ايوه يا اب. تعال. ايه يا عطوة؟ دي زا زا را را ع. قولها معي. زرع ص دا. لا زرع ع. لا حصى دا. لا ما تجيش. لا ده هي ما تجيش الا كده يا اب. ازاي بقى؟ يعني اللي اوله زرع يبقى اخره حظ، يعني زرع يبقى حصى دا. لا فدي بقى غلبتني يا سعاد. نوسي ايه؟ عندما تغيب الشمس اذكريني.